السلام عليكم، انا وحيد ونر من ونر تاني الشغل. النهارده هنتكلم على السوينج ويت. من اهم الحاجات او البيانات اللي بتروح وانت بتشتري مضرب جديد تلاقيها على المضرب هي السوينج ويت بتاعه. بتلاقي رقم مكتوب كيلو جرام في السنتيمتر مربع. قبل ما نعرف يعني ايه سوينج ويت في التنس، لازم نعرف ان حركه التنس او مرجحه الايد في لعبتنا لعبه التنس دايما هي على شكل دايره، على شكل دايره. بيشبهوها دايما بعقارب الساعة القديمة، أو بيقولوا عليها بندول الساعة القديمة. هي في الأساس على شكل دايرة. السوينج ويت معناه في التنس هي قياس بيشير لمقاومة الحركة في دايرة، قياس يشير لمقاومة الحركة في دايرة. ببساطة هي معناها إن وزن المضرب، وزن المضرب التنس من الثبات للحركة في دايرة. وزن مضرب التنس من الثبات للحركة في دايرة. طب نترجمها ازاي في مضرب تنس؟ لو انا رحت محل تنس ولقيت مضربين كل مضرب فيهم 300 جرام، بشتري مضربين او بشتري مضرب ولقيت كل مضرب فيه وزنه في الثبات 300 جرام، لكن السوينج ويت مختلف. السوينج ويت بتاع المضرب الاولاني وزنه تقيل، المضرب وزنه في الثبات 300 جرام، والسوينج ويت بتاعه 320 جرام. ترجمتها ايه في لعبي كتنس؟ المضرب اللي السوينج ويت بتاعه تقيل هيساعدك في الباور، هيطلع طاقة منك زيادة. السوينج ويت التقيل هيطلع طاقة منك زيادة، هيديك باور زيادة. المضرب الاهتزاز بتاعه أو الثبات بتاعه هيبقى عالي، الثبات بتاع المضرب مش هيتهز جامد، هيبقى عالي، الثبات عالي. عيوب المضرب اللي السوينج ويت بتاعه هيبقى تقيل، عيوبه إنه هيبقى صعب في المناورة، المناورة بتاعته هتبقى قليلة. المناورة اللي هي اتحرك من الفور للباك بسهولة، أحرك مضربي من الفور للباك بسهولة. طب المضرب التاني اللي هو وزنه في الثبات برضه 300 جرام، لكن وزن السوينج ويت بتاعه خفيف، حوالي مثلا 285. المضرب ده هيساعدني في المناورة، هيساعدني في المناورة. هيبقى الميزة بتاعته ان المناورة بتاعته كويسة جدا، هتحرك من الفور للباك بسهولة. عيوب المضرب اللي السوينج ويت بتاعه بيبقى خفيف، الثبات فيه ما بيبقاش عالي، الثبات فيه ما بيبقاش عالي. الباور في المضرب بيبقى قليل، الباور في المضرب بيبقى قليل. طب انا كلاعب، كل لاعب بيبقى الموضوع موضوع نسبي برضه. لعبه التنس لعبه نسبيه، كل لاعب بيبقى ليه حاجات معينه او احتياجات في ادائه. دايما دايما اللعيبه البروفيشنال بيختاروا المضارب اللي السوينج ويت بتاعها خفيف، السوينج ويت بتاعها خفيف. هو محتاج في الاساس عنده ان المضرب معاه يتحرك بسرعه من الفور للباك بسهوله. الباور في ايده، هو مش عايز باور، الباور بيطلعه من ايده ومن جسمه، ايده تقيله. فده دايما اختيارك بيبقى حسب انت عايز ايه، عايز حاجه تساعدك في ايه. ففي دايما لعيبه يركزوا ويحتاجوا السوينج ويت القليل، ويركزوا دايما في السوينج ويت اهم من وزن المضرب الثابت، وفي لعيبه بيخشوا يختاروا وزن المضرب الثابت اهم عندهم من وزن المضرب في الحركه اللي هو السوينج ويت. دي من اهم الحاجات. اهم معلومه لازم نعرفها في وزن المضرب ان دايما دايما توزيع وزن المضرب اهم من وزن المضرب. توزيع وزن مضربي اهم من وزن مضربي. يعني انا لو مضربي 300 جرام، اهم من هو 300 جرام اعرف ال 300 جرام متوزعين ازاي. والسوينج ويت ليه مكان مخصوص عشان يقيس السوينج ويت، عشان يقيس السوينج ويت. انا اسف طولت عليكم، وزي كل مره يا ريت اللي عنده اضافه وعنده تصحيح يشاركنا في التعليقات، والتفاصيل هتلاقوها في اول تعليق. متشكر جدا ليكم، وحيد ونور، شكرا.